وينضم إلينا الآن هاتفيا لمزيد من التحليل الأستاذ محمد الفتياني من رام الله، وهو المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أستاذ محمد، يعني نرصد معك الآن كما تتناقل وكالات الأنباء بداية الاجتياح البري لغزة، كيف ترى الوضع الإنساني الآن وهو كان مترديا من قبل هذا الاجتياح، كيف تراه بعد الاجتياح؟ صحيح، بداية الأمر أود أن أقول أنه الاتصالات في قطاع غزة وبقية الإنترنت قد قطعت، وهذا جعلنا على عزلة مع غرفة العمليات المركزية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قلقون على زملائنا العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة والذين يقومون بمهامهم الإنسانية، حتى أنه لا يوجد اتصال ولا يوجد أي طريقة للاطمئنان عليهم، في ظل أيضا في وجود الإنذارات بإخلاء مستشفيات مقرات الهلال، كما أن الوطني للإسعاف الطوارئ 101 وشبكات الاتصال الجوالة وشبكات الاتصال اللاسلكية في قطاع غزة قد قطعت، وهذا يؤدي إلى عدم تلقي مكالمات الاستغاثة والمرضى وعدم قدرتنا على الرد عليها والاتجاه لها لتقديم خدمات طبية ورقية المستشفى، وهذا يزيد من التحدي، وهذا يزيد من خطورة وضع هذا يمكن هنالك من يحتاج سيارة الإسعاف قد يفقد حياته بسبب عدم معرفتنا أو عدم وصولنا إليه. تناشي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن حماية المشاريع الطبية وسيارات الإسعاف وعلى حياة المدنيين الموجودين في قطاع غزة في ظل هذا الانقطاع الذي جعلنا مفصولين عن قطاع غزة. نعم، يعني كانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد قالت إن المنظمة سجلت دخول نحو 74 شاحنة، إلى الآن عدد الشاحنات التي دخلت والحاجة للمزيد كيف تقدرها في الأيام القادمة؟ تم دخول 10 شاحنات إضافية لصالح العدد 84 شاحنة تمنهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأربعة من أسفل الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر الفلسطيني. مشكورا هذا الشاحنات على المواد الغذائية والإغاثية والأدوية وبعض المستهلكات الطبية. عدد الشاحنات التي داخل إلى قطاع غزة قليل بالمقارنه باحتياج قطاع غزه للمواد الطبيه والاغاثيه والغذائيه والمياه وعلى رأس ايضا الوقود، لكن نحن نرى ان تكون بادره امل لنا لان بدايه سهل من المساعدات او المناظر الان يمكن ان يكون يتحقق بفتحها حتى تستطيع المساعدات دخول قطاع غزه بشكل فور وسريع وسلس، وأن هذه المستلزمات التي دخلت وإن كانت شحيحة وقليلة ولا تفي الغرض إلا أنها ممكن أنها تسند الجزء البسيط من الاحتياجات قطاع غزة وتسند الجزء البسيط في العمل الطبي والإنساني. نعم أستاذ محمد الفتياني، كنت معنا هاتفيا من رام الله المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. مشاهدينا، في بيان للهلال الأحمر الفلسطيني تم تأكيد انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة عن كافة الطواقم العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل. أكد الهلال الأحمر في بيانه على الشعور بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمه في تقديم الخدمات الإسعافية، لا سيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت قبيل هذا الاجتياح عن استشهاد 7326 بينهم 3038 طفلا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر. أوضحت أيضا الصحة الفلسطينية أنها تلقت 1700 بلاغ عن مفقودين، منهم 940 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة. وأعرب أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني عن القلق على سلامة طواقمه العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، مما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها لما وصفه بجرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي، وذلك بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت.